من قفص صغير الى مزرعة كبيرة، ولكن داخل فيلة باور. في هذا المقطع راح يكون التحدي ان احنا نبني قفص كبير ومزرعة خاصة لهذه الحيوانات وهذه الحيوانات. عندنا ارنبين يا جماعة زي ما انتم شايفين، وعندنا دجاج. الموضوع صعب يا جماعة لانه ما راح نستخدم اي اغراض خارجية، الاغراض اللي داخل فيلة باور. طب بسأل سؤال، شلون؟ هل راح اخلصها على مدار ايام مختلفة ولا في يوم واحد؟ لا، لازم اليوم، وبعدين اذا ولدت ان شاء الله الارانب او بيضت الدجاج راح نسوي ابديت وراح نكبر المكان اكثر. طيب بسوي معك، وعندكم ارانب دجاج بسوي معكم، شو تسوون؟ لازم اول شيء يا استاذ روب تاخذ الارنب، انت قدرت تشيله تدخل معنا، اذا ما قدرت تشيله ما تدخل معنا. انا شلت عشان واحد طلع امبليزه افضني، والله ما اقدر عضك. هذا صديقي الصدوق من اليوم. هذا والله اسمع، والله ما تيجي بيصير لك، بنسوي لك بيت ومزرعه. لا والله صدق حلو، اي والله بنسوي له بيت ونضبط له الدنيا. لازم هذا بس خايف مننا. ما هو خايف، خلاص بس اكيد خايف منك. تو جاي هذا، وش اسميه؟ زعينه. لا مو زينة والله، خشمة يشبه واحد. والله كثير المشكلة مو واحد. طيب. فارس. 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 يلا يا فارس. فارس. هذا الرجال الطيب يبي له بيت. وانا شوف والله عضني، شوف كيف خمشني وضبط. قول له ابليس تغشيه. يوم ما خفت. لا اصبر. مو انا خاف، انا ولد ناصر. حلو كفو بس. ولد ناصر. اصبر. المقطع بمايك زيكم. لا والله ما جيت متاخر صراحه، النحل هنا. طيب اسمعوا، صلوا على النبي. الله صل على النبي. يبي له اسم عندنا مهمه، هذا لازم نسميه. وش اسميه؟ وش اسميه؟ اكفى اصبر، بسوي شيء بسوي شيء. وش اسميه؟ والله نسخه شو خوي. سمى هذا. هي سمى سي. تكفى سي. سمي سي خلاص، هذا من اليوم وراح اسمه سي. لا والله والله سي. الثاني لونه ابيض. ايوه هذا حلو. هذا سميه سنو. والله سنو. سنو هذا؟ لا تكفوني عاسي. طيب وش سي؟ حجر مقص. حجر مقص يلا. ابيض ابيض. شوف. لا ما شوف يطلع لك بيجي. طيب شوف هذه نظرة كريستيانو. والله شيف مدريد. نظرة اسد والله نظرة اسد. والله ابد مواسم. يناظر خوي هو. هذا ناظر خوي يبي خويه. لا طب هذا وين بينحاش؟ الحين لو بتنحاش وين بتروح؟ ما في يروح. يلا الحين بس يلا. يلا اسمع خلنا. سي سي سي. لا مو سي، لا مو سي. ما قاعد يناظرني ليش؟ سي ناظرني. سي قاعد يناظرني. ايه قال يشمك، قول شبي ذا اخي. هات خمسة. هلا بالسي، هلا وسهلا يا حلوك. شوف قال يشمك، قول شبي ذا. هلا شمني يا حبي لك. اسمه سي خلاص من اليوم اتفقنا. شكله عاجبه، عطر فانسي ها؟ واضح، خله يطلع الثاني خله. يا مسلم ما وش خله، والله العظيم ما نحب. حلوك. ليش يا سي؟ ليش يا سي؟ صلوا على النبي. يلا لو تعز المشاهد اضغط زر الاشتراك الان، ما عاد بقي لنا شيء ونوصل 3 مليون ما شاء الله تبارك الله. نبني البير يا رب. البير في 3 مليون. البير بحول الله. وين في بيكون؟ اسمع، جنب مسجد شونك. في ذمتك. جنب مسجد شونك. يعني مسجد وبدينا وبدينا نحفر ترى. لا والله ما شاء الله تبارك الله. قول والله العظيم. والله بقي 20%. ما شاء الله الله يكرمك. اضغط زر الاشتراك عشان تكتمل معنا 20% الاخيرة، وبسم الله نبدا البناء. من فيلة باور نزف لكم اليوم الخبر الاجمل على الاطلاق. القدية تعلن عن اول منطقة للالعاب والرياضات الالكترونية في العالم، ومن خلالها بيكون التواجد الاكبر للاعبين من جميع انحاء العالم، وبتعزز المملكة العربية السعودية المركز العالمي لهذا القطاع. القدية راح يكون لها فلسفتها المنطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية، وبيكون هناك تجربة خاصة جدا للألعاب، وتجربة تغير طريقة الناس وعملهم ولعبهم أيضا. القدية راح تلعب دور رئيسي في العديد من ركائز الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ومن بينها استضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. والقدية راح تعمل على تطوير المرافق للجيل الجديد اللي بتكون موطن لنوادي الرياضات الإلكترونية، هو المقر الإقليمي لشركات الألعاب الفيديو الرائدة، وراح توصل عدد الزيارات لهذا المكان إلى 10 مليون زيارة سنوية بحلول 2030. وبتكون منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في مدينة القدية موطنا للعديد من الأماكن المخصصة للرياضات الإلكترونية والألعاب، وبتكون من أكبر 3 أماكن في العالم بعوالم للألعاب ومساحة تزيد عن 500,000 متر مربع. إذا ودكم تعرفون أكثر عن القدية جيمينج وتفاصيل المشروع، لا تنسون تتابعون حسابهم، الرابط موجود في الوصف، ضيفوهم خلوكم على اطلاع الكل جديد. الحين أنت صاحب المزرعة صح؟ صحيح. لازم نقسم الوظائف. طيب ممتاز. هذا عنده اهتمام الحيوانات. ممتاز. الرفاهية. مو الرفاهية، اهتمام بالحيوانات. يأكلهم. يشربهم. ممتاز. جميل جدا. طيب. عندك المهمة. عندي مهمة. طيب أنت وش مهمتك؟ أصبر خلينا نوزع على المهمة. طبعًا ولا أنت وزع. أنت هو وزع مهمة، هو ما حاسك مزرعة. أنا ما أدري. أنا أعطيت اقتراح. ما أدري أنا. طيب. أنت عليك التسمية. بتسمي كل واحد باسم. حلو. الا لا بالعكس، الا المواليد نفرض اسمه. لازم يا اخي يكون في شهاده ميلاد. اسمه بلو. تخليه يسمي الناس. لا لا اول يسمونه وش؟ اول يسمونك خالد. تعلمهم وش يسمونك؟ انا عارف اسمه، عارف عادي. ايش يلا
روب الحين له فايده في المقطع ولا لا. ما ادري خلاص ما نحتاج. انا اجيب لكم مويه اجيب لكم قهوه شاي يا عيال. انت عليك مسؤول على المسؤولين حق المسرح. لا لا مو مسؤول. لا مو مسؤول. قول انا مسؤول عن المسؤولين. لا خدام المسؤولين في المسرح. لا 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 اسمع اسمع لا لا روب الراعي يسرحهم يضويهم ايوه بس عقب والله ما اسوي هذه. ليش والله ما ابي هذا. اسمع تفك عليهم العصرية أو الظهرية. الظهرية تفك عليهم طلق رجالهم طلق رجالات تفك الباب وقبل المغرب تقفل عليهم وقدام مشخ فك الباب الحق. لا عادي عادي ما يلحق عادي الأمور طيبة والله مشخ مشوار والله بس اسمع هذه مهمتك. طب أنا وش وظيفتي تسمية بس يعني مولي تسمم تقهوة خلاص. أنت الآن تفرز وتسمي سنو لازم يكون فيه مشورة سي سنو. هل دخلت بوظيفتك؟ هل دخل فاضي يا اخي؟ والله ظلم يا اخي. سميته سي انا ولعبت معه بس مبسوط على اسمه. انا لا. انا طالبك يا خالد خلنا نسميه سي. لا 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 طالب خالد لا. مين اي واحد تبي سي؟ اي صار لا هذا سي يلا هذا سنو. والله والله واضح ان سنو وردي. هذا سي وردي والله سي هذا ايش كشف. لا سنو وشو وشو ثلج فمو وردي. لا ابيض هذا سنو ثلج. لا لا هذا سنو يا عيال خلاص هذا سي يا اخي. اسمع هذا حسه رجال. طيب اقول لك شيء خالد كنسل سي ما نبي سي. لا يا اخي سد حلقك انت يا حلو. هذا رجال مره حلو احس انه ذيب. طب هذا سي هذا هو. لا لا تعقب السي مو فارق. استاذ خالد التميمي سمى جوت. مين المسؤول؟ جوت هو مزرعه مين؟ مزرعه هذا اسمه سي. ونعم ونعم يا ابو عمرو انت بشرب. لا لا ممكن 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 انتهى الحين. وش هو ابو عمرو جبنا هذا ايش؟ هذا ايش بيصير؟ ايش يا عيال؟ شي هذا بيتها. اي هذا بيتها. بس اسمعوا الحين انتم تعرفون الشتاء جاء فبالتالي لازم نحتاج زاويه. حطه هناك في الزاويه. لا 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 حطه في زاويه. لا حطه جنب الشجر يمكن يطب عليه قطو على ال. جاب له على ما حطب على ما انك عقلك اي ذكي. انا خليه مفكر في المقطع. بس بس ما الباب ما يفتح يا ابوي يبغى له الرجال اخي. ايوه خلينا نشوف الرجال. ايه افتح انت قلت اي توكل على الله. خلونا اول شيء لا على اسمه صلى الله النبي اصبر افتح لك اياه. بابا ما قفل المقفل قفل المقفل. يلا بسم الله دف 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 نحطه في الزاويه هناك. واحد اثنين ثلاثة. يلا شيل ما ينفع دف ما ينفع دف لازم شيل. يلا شيل يلا اربع شيل الجمل والجمل ما شيلها. طب خليني جهه واحده ليش رشيد معك رشيد روب كذاب ما قاعد يشيلها ما بلا تساعدني رشيد يا عيال دعوه. يلا يا عيال اسحب 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 من عندك روب سوي شيء يا شيل. بسم الله العظيم قسم بالله نحس برا. يلا 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 اي قواك والله بموت بموت خلنا نحشره بموت خلنا نحشره بموت هذا نسميه يا عيال. ايوه خرب الباب. ايوه ايوه طيب تعال 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 وريهم المنظر من جوا يا مصور. وش توريهم؟ تعال شوف المنظر بالله كيف يا عيال. اي أيوة والله اسمع احسن من اي مكان في الفيلم. وش نسمي عيال هذا الحيوان؟ بالله بالله تعال والله صدق تعال تعال ادخلوا تعال شوفوا شوفوا الجو العام. تعال والله من جد من جد تعال يا اخي سك على الباب. لا لا انت ادخل اخر واحد اعرفك والله والله ما تسميني بس التسميه والله العظيم ايش رايك تسمي هذولي؟ تعال 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 خلاص بسميك السين لا تزح ادخل شوف التفاصيل بنسميه شوف التفاصيل يلا نصور شوف التفاصيل نصور من قبل ما يا ليك طمن في البايخه حقتكم. شوف اول شيء اخترنا هذا المكان تعرفون ليش؟ ليش؟ علشان بيكون قريب من الزاويه فبالتالي المنطقه هذه بتكون دافيه سبحان الله الحيوانات تضرب بعضها والله لا سبحان الله فارس الحيوان يتكلم ها صوت ايش هذا عيال؟ نهيق بالضبط سبحان الله حيوان ناطق قهروني شكلك مغبغاء انسان حيوان ناطق خلينا نشوف خلينا نشوف قهروني سي فبالتالي هذه المنطقه اشوفها كويسه جدا ودافئه في الليل لازم نجربها. خلونا نكمل ايش رايك تسكن يوم هنا بقيه المقطع افتح الباب. بالله عيال عيال الحين تقييمكم للمكان كان 10 من 10 بس يبي له شيء وشو؟ يبي له تغطيه. طيب يلا الان بنتعاون كلنا نجيب اغراض نغطي فيها القفص كامل. طب انا عندي الارضيه سلمني الموضوع الارضيه ارضيه الارضيه إيه؟ السلام عليكم انا سلمني الموضوع الجانب اليمين. تعال مصور بالله مصور تعال شوف هنا ايش عندنا. عندنا نحل غير النحل عندنا خشب عشان مليان شوك. ما معي جوانتي جوانتي ما معي قفاز نسوي هذه. لا 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 وين انت بتخليه وش
ها؟ لا 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 راضية يا حبيبي. لا والله انه يفهم، والله انه يفهم حبيبي. وين يا ابوي؟ وين حبيبي؟ بعد دخلنا بعينك بعد. بس اسمع لا كسرها صغار. هذا كان ابراهيم جوا مو بهم. كسرها. ما تدري. يا عيال هذا. سبحان الله. اول شيء رجلي، اول شيء رجلي. اول شيء هذا شيء ثاني. الدب الدب القطبي. الدب القطبي. ايوه ممتاز بارك الله فيك. يا حبيبي تجرح رجلينهم. لا ما تجرح رجلينهم. صادق والله انا صادق والله. والله العظيم تجرح. ما تجرح. ما تجرح. خاف على السي. شوف خلنا بجيب لها. بجيب اللبات عادي. طيب. ايش بعد؟ نحتاج. الان. غير الارضية. صلوا على النبي. نحتاج. انا اشوف اني ما قصرت. والله ما قصرت. شلت معكم. استغفر الله العظيم الله يغفر لي ذنبي بس. طيب نحتاج زي الدبل تعرفون الدبل؟ ايش؟ دبل حق كورة. دبل كريستيانو. نعم نعم وش دخل نعم. طيب دبل هو المكان اللي تبيض فيه الدجاجة. اه هذا من وظائف الخلق. لا وتغطس. انا عندي التسمية. انا اعلمكم الحين كيف 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 يكون آلية الدبل. انا بحكم اني مزارع. ايوه وانا بحكم اني صديق مزارع. ايوه الوالد عنده حلال تروح عنده نياق وعنده ولا ما زمتنا تعال الديره ولا ما في شيء تعال الديره في شيء حياكم الله حياك الله ما بدري انا برايح الباحه الاسبوع الجاي طيب احنا ما احنا تحت الباحه شوي طيب يعني خلاص 100 كيلو طيب يلا خاوي تمشي يلا على ما يجيبون خلنا نغطيه نغطي وشو نغطي الذا عشان لا بينكتمون والله لازم هوا ما ينكتمون ما ينكتمون حبيبي هم ترى عندهم ريش يتجمعون على بعض يدفون والله خله بس من زوار مسكر عشان برد ما يجيهم مش خافهم من كل مكان يا حبيبي هو اوريدي مسكر من ورا من يسار مسكر طب هي مو مسكر من قدام من هنا شجر وفيه ذا وين ما راح يجيه بس هذا ينفع دبل لا يا رجل هذا والله انه ينفع دبل هذا غطاس امسك شيل شيل تبي شيل معك يا ابن الحلال شيل هذه 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 ارضيه والله هذه ارضيه وش ارضيه لا هذه نغطيها فوق والله انك صادق ايوه الله يقلعك توني متروش يا فوق الله يعينكم ويصبركم ويخلف عليكم ايه تم تم شو بتعملوا؟ بدكم اساعدكم يا اخي. اي شيل. انا متحمم الله ياخذك. ايوه زي انا متحمم وخربني. ايه بدك مساعده؟ لا. مقطع مين؟ الحين بجي. مقطع ابراهيم. ابراهيم حبيبي والله احبك اطمي عنك. انا احبك والله. احبك اموت فيك. الله يسعدك ان شاء الله. حطوا لايكات عشان ابراهيم. صح. ينبسط شوفوا ها يبتسم اول ما حطيت اللايك. طيب اسمع شو بدكم مقطعك؟ شاب وش ما شاء الله عين الصقر عندي ما شاء الله وش صقر لا يقول عين الصقر شوف ارنب والله احب الارانب بس بخاف منه بعض ايش اسمه ايش خربشني شوف خربشني خربشك والله خربش خربشنا نبلش خربشنا نخربش الحين بيخاف منه جاء صهيب ومع هذه يا ويلكم جبنا لهذا جينا وجبنا عريس وجينا يلا روب اول شيء عطني هيا 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 لا تقول ما سويت شيء لا 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 وين السكينه عشان يا ابن الحلال والله ما تطبخه خله تعال في هذا بياكلونه وينفخ بطنهم مين هذا والله لقينا والله لا بياكلون ترى بياكلون هذا بينفخ والله لقينا والله يرجع من طوله والله هذا سلمك الله تجيبه من فوق تعال روح فارس طويل فارس طويل اخير لي فايده رحمت الله خالد انت وروب يلا روح جيبوا دبل ثاني يلا يا راح دبل يلا نفس الفكره هذه اي يعني شيء دائري اي يا دائري او مربع يلا تعال طفش امنا ذا وهي الدبل والله قسم بالله هو حرفيا عيشنا بمزرعه صدق قسم بالله جايب لي حيوانات يا عمي انا كله ذبان انا يلا اتحمل الاوادم جايب لي حيوانات يا عمي يلا يلا احنا متحملينك رب تدري انه عندنا في الافلاج ايوه عندنا رب حلال والله العظيم شف عندكم حلال والنعم وكل شيء حلو بس انت والله ما مسك قطوه شد قطوه ما مسك قطوه امشي قدام انا كان عندي سبع قطوه وقلت هذا دبل جايبين مع الاكل دايركت لا مو دايركت الاكل يلا خلنا نشيل عنك يا رجال زينه هذا احتفال نحتفل فيهم انا جبت لك حق المويه وجبت لك زينه انا الجايبه هو اللي ماخذ ايوه انا اللي ماخذ انا الجايب والله ما قصر والله وش ما قصر عليك حط عند الباب عند الباب عند الباب هنا يمين ويسار اوكي فهمت داخل حق الهنود الحمر وهذا نعبي فيه مويه تعبي فيه مويه بس كيف يشربون من هنا وش يشربون من هنا ما كبير بياخذ مساحه كبيره اجيب شيء اصغر هذا وش نسوي هذا جيب انا قلت هذا يبي يضم فيه بحيث ياخذ راحته يصير وضع والله صعب والله يقدر هذا ما يقدر يدفيهم وبنفس الوقت لا عبينا مويه بيكون الموضوع صعب عليهم انهم يشربون مويه
دلخنت. ليش صعب؟ جيب اصغر يعني يطب يغلق. ايوه فهمت. لا جيب لي تسولف. والله صادق اقسم بالله انها تنفع دبل. والله صادق اتفق. والله ما رايك اتفق معك. لازم لازم المنطقه تكون. طيب هاي اسمع خذ هذه شوف كيف اجيب الموضوع انا. يلا معي يا فارس انت لا تمشي معي. اه اكيد. لا لا اكيد وانا اروح لحالي بلقاه. انتم حاولوا تضبطوا خذوا اللبات وضبطوا الامور وحبي هذا لو نحطه جوا بياكلون منه بينتبهون. لا يا حمار حطه على الطرف. طرف ايش تدفيه؟ طرف. ايوه. طيب اسمع عندي موضوع. يلا جيب لي يسار امسكه. روب روب لا حول ولا قوة الا بالله. روب يا اخي روح ساعد شوف. لا حول ولا قوة الا بالله. رحمك الله ابو عمري. يعطيك الله صبعك. لا ما اشوف يا اخي متخفي شوف يا رجل شوف كرشتك ايش كبرى يا ظالم. والله يا روب من واحد لين ثلاثة. قاعد احاول احط مكان يتدفون فيه. جيب هذا. ايش رايك ابو عمري؟ انا صراحة اتفق معك. والله اجمعكم. لا 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 يا اخي روح ساعد الولد. خلاص روح ساعد. روح ساعد حاجه. آه اي حاجه لازم واحد يروح ساعد. لا بروح ساعد انا بروح ساعد. خالد دايم خلاص روح خلاص حتى انا رايح. انا ما اقدر اخلي. تعال يا مصور اسحب عليهم. روح انقلوا ساعدوا كلكم. يلا روح تعال يا حبيبي عمي. هذا زيت صح؟ اقول لك عندنا في الديره. وش عندكم؟ هذا 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 ايوه هذا ينفع. والله والله هذا ينفع المويه. شفت اني بس شوي كلين. شوي كلين شلون والله ينفع. ايش يبغى كلين؟ كلمني بالاجنبي. ابراهيم يقول كلين. وين شق من هنا من فوق. اه يا الفهاوه. اه خالد. ها تعال تعال خلصت. تعال تعال. ها تبي نحط كروت. هذا كويس. ايوه هذا والله هذا كويس. بس يلا شيل هذه شيلها. زيد اتوقع انه كذا يبغى ابو عمري صح؟ بالله ايش تضغطون؟ تعال سوي لنا فعاليات. تعال فعاليه اللي يدخلها كذا يسوي كذا. يلا يلا اجرب. يلا والله اجيب لكم قطو. والله ودي ادخل معهم واشوف كيف يفكرون. يا اخي تكفى شردان التفاكير يا اخي. ما قدرت في بالك يوم من الايام كيف الحيوان يفكر؟ يعني مثل ارنب. شوف شوف كيف هذا الحيوان شوف كيف يفكر. لا هذا هلال يا عمك. يا عمك صعب. ليه تبغى تحرشني؟ علمني انت احول. خليني بس اتعدي شوي. ليش تبغى تحرشني؟ خلينا نرجع وراك. يرضيك يا ابو شرده؟ طلع عليه السي. والله طلع عليه السي. والله اني خاف. تعال 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 اطلع عليك السي. خلينا نشوف هل هو جوت هنا بعد ولا لا؟ في الجوت. الجوت يناظرك. ايه الجوت يبغى يحميه. طيب عض هذا كله بني. ايه كله بني انا خليه عضك. وش سويتم؟ ما سوينا شيء. يلا هذا حق المويه. اسمع عندنا موظف جديد. وشو؟ عندنا موظف جديد والله يسوى الموجودين. والله يا وين الغراض حق هو اي واحد هلالي كذا يا اخي تلقاه قوي شوي. ونعم ونعم ونعم. تزحف ذا الشيء معطيك ثلاثة. ما تزحف يزحف يزحف ما تزحف. اسمع هذا حق المويه يا عيال خلاص جبنا. هذه وش ذي كلها؟ هات هذه بيوت خاصة فهمت؟ بيوت هنا بيتك. كأس العالم. كمل كمل. يا عمك لا تقول هلال عمك. يلا شوف يلا قوي مد ايدك. يلا جرب بات حبك سلين على امك. يا قوي مره ما اقدر. هي قوي وهلالي طفش. الحمد لله انه مع الهلاليين الحمد لله. طق بنجد يا بخص مرتين. خلها الله يقضي عمك. والله لا عضل بالله. كيف يا عيال؟ كيف البيوت؟ يلا 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 كمل كمل يا خالد. وكمل وشو؟ كمل من هنا. لا يا حبيبي تكتب اهله انت بس. لا يا مسلم في اكسجين بيدخل بس في برد. يا حبيبي والله من جهة هذه هذيك الجهة مقفلة بس. موظفك تعبان. انت والله العظيم اني انا عندي لك سؤال. انت لما تصير بردان تلبس الشراب صح؟ ايوه. بس شغل طلع من تحت خلاص. يا اخي يا اخي مشكلتك تفكير عميق ابو شداد. هذه مشكلتك. والله صهيب بعطيك منصب في المزرعة. والله؟ والله لا تعطيك منصب. وش تبغى منصب؟ إيه عم فارس. لا رئيس كيلر بني. خلاص رئيس كيلر. لا هي اسمه جوت ماني. انتوا عندكم جوت انا كيلر بني. والله بماينكرافت والله عيونه حمراء زيه. والله يلا كيلر بني هو مبسوط انه زي ماينكرافت. اي والله لقيته بالحقيقه شاف شيء في اللعبه قاصد. ليش جاب ليش جاب المقطع عشان بس كيلر بني شافه وقعد. واضح انه فيه محتوى فهمت علي. طلع طلع كيلر بني طلع خليه تبيه؟
امسكه من دنيه صح؟ اي اجيبه لك؟ اي عطني. لا خلوا اذا خلصنا خلونا نخلص. وين الاكل؟ هذا الاكل حقهم، باقي بنجيب خس وجزر و اي ترى الارنب ياكل جزر. وياكل خس. معروف الارنب جزري. ايش؟ جزري. قد سمعتم قصه السلحفاه الارنب؟ ايوه معروف. خلاص ما يحتاج بس قلها. لا ما يحتاج. نسيتها. لا والله. حاسس انك حتى نسيتها. يا عيال. ها خلونا نكمل تكفون يلا 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 نكمل ايش؟ ايش الشيء اللي تبغى تكمله؟ من فوق دفيناهم، من جنب دفيناهم، من قدام ما يمديك تفتح الباب. والله العظيم يا عيال برد 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 قارس. اي بس كيف كيف شقته اول؟ لا لا ما يحتاج مسكر. ما مسكر من الجدار. مسكر من الجدار ومسكر. اللي هو بيجي من الجدار يعني؟ والله غبي اقسم بالله. تعبت اقول بس هذه الجهه. مين مدير؟ هو. ايش رايك؟ قال عندك. ايوه. هلال انا هلال مع بعض. ممتاز، وش رايك؟ اللي بدك اياه. وانت وش بدك اياه؟ بدك اياه انت غصبا عن الكل. اي بس انا اقول انه لازم نقفل عليهم علشان. اي لازم نقفل عليهم من جوا. دخل معهم دخل معهم. يا عيال ايش في فوضى؟ مالك عليك. فارس. يا اخي في شرشف فوق ليش حاطه؟ اصبر 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 تعال 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 تعال. عطني يدك عطني يدك عطني يدك. يا ويلي يا ويلي. رفعني فوق ها. هذه كره تسطحت في جيبها. ما يدخل فيه. جيب 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 من عندك. زياده تبي؟ ايه يا روب والله ما منك فايده. ليه؟ تحرك شوف لك اي شغله. اضبط لك مره. روح جيب اشياء من برا. مدير عندك طراح. وشو؟ ما عجبني. ركز معي. وشو؟ هلا البقر الواقي شو بيعملوا له؟ بدال كوه حلو بمسجات وبحطوا له موسيقى هادئه. والله؟ ايه صح. ليش بنعمل ارنب عشان نشغل شيلات؟ شيلات. ايوه بيض الله وجهك. يجيك لحمه يابس مخروش مسكين. حاجه زي كذا. مطبخ. طلعهم انا قلت طلعهم خلاص خلاص بطلعهم مره المويه جاهزه الدبل جاهز كل شيء جاهز طب اسمع مره كل شيء جاهز اسمع هذا الحوش الحين ديك والارانب شو الحوش الثاني اذا وصل هذا المقطع 150 الف لايك نجيب حيوانات جديده لا توصل 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 والله اجيب لكم حيوانات جديده جيب جيب ابي اجيب لكم غزلان والله العظيم هي والله ناكل فريش والله لا اجيب غزال والله والله تطبخه اسمع وش تطبخه؟ لا ربي لحم الغزال غالي ترى غالي الغزال يلا نزلوا نزلوا مطرح قطاوه لا اول مره شفت غزاله غزالي؟ ما شفت غزالي يعني شوف قدامك حبيبي يعني تبي يحطك هنا في ذكاء في ذكاء بالنفس يلا ما شاء الله عليك تكفى تكفى والله بيطيحني ذا اصبر تعال تعال عيب عليك صح انك ثقيل راستك لا 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 هم لا اصبر 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 هم يحسبوني وشو يحسبون اني سمين ومدون لياقه وقوه فهمت؟ والله نعم شوف هذا السكواد طقت طقت ركبتك طقت ركبتك طقت ركبتك طقت ركبتك طقت ركبتك شوفوني طق 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 ظهري عيال عيال الان اللحظه المنتظره والرئيسيه والاساسيه ردت فعل؟ ردت فعل سي ولا سنو؟ لا سنو ايوه سي وسنو قلت لا سي وسنو خلاص والله لك عقب والله انه سي وسنو وين راح؟ مشي ما بمشي مع كيلر باني اصبر دقيقه بس لا سميه كيلر باني تعال خلاص كيلر باني تعال تعال يلا بركه ايش اسمه يا فارس علي يلا من هذا المنبر الحين هذا الدجاج مع الارنب اول بيضه تجيبها الدجاجه الروب لا يا ما تستحي ما سوى شيء اول مولود للارانب الخالد ولو اول خالد مبروك ثاني مولود ما اعطيني بيض ما اخذ ارنب اروح اشتري بيض بقاله. طيب ابي ارنب. طيب هو المولود من البقر من البقر انا هذا كله بقر فارس بالله هذا كله بقر دخل جوا دخل جوا دخل جوا لا 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 يلا 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 بيروح ورا بيروح ورا والله لا ما يروح ورا معي رجال انا رجال تعال يا انزل تعال يا سنو جوت جوت لا هذا سنو هذا جوت لا هذا سنو اخي انتوا بالله فيكم حرام لا لا خلاص يلا سي سي كم هير سي كم هير كم هير سي والله عجبهم المكان يا ولد دخلهم جوا بيجيب مكان لا 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 يلا 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 ادخل عارف هو الشبك هذا المساكين تبغاني اشيله بعمري لا لا تشيله خله هو يدخل بنفسه يدخل برضاه شيك بلط ايوه 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 يلا 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 سي 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 مخالف يحب المخالفة سي سي تعال تشمي قدام ربعي يلا سي 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 يلا سي يلا يلا سي هي قد ياكل خشب ذا يلا يلا سي 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 يرحمني امك خايف منه
من تحت بس من تحت ورا بس من تحت ورا تخيل لاول مره ياكلون ياكلون ذا ابراهيم مبسوطين والله بعمل صدق شفت كيف تعال وروا المكان تعال معلش بس تحسون تحرم القفص الصغير يا سلام والله مكان يعني يقدرون يرتاحون فيه وياخذون راحتهم ويتمشون اي وطلقوا رجالاتهم اسمع وبنزيدهم من الشعر بيت كمان شوف سي بيطلع سي 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 دور تحكيم دخل دخل دجاج عليهم دخل وين والله هجوم بس اسمعوا الدجاج اول شيء لازم نسوي طريقه افتح الباب ايوه عشان لا يهرب عندي حركه امشي سووا لهم طريق سووا لهم طريق هي بينجز فوق الطريق يا عيال لا انت دخل القفص بنعمل ارجع ارجع شكرا ارجع ارجع شكرا عليك ماني يا حبيب يلا 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 ايوه بقى هذا يحبهم بس خالد ارجع سكر عند بابا يا ولد لا يطلعون عند بابا فارس ايوه ايوه الشوط الاول يا سلام اضرب اضرب والله مؤدب ارجع يا عيال انتم قاعدين انتم قاعدين تخوفونه فارس فارس طلعوني فارس 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 اطلع فارس اطلع لا 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 فارس خله محجور خله محجور لا خله يراجع بالموضوع يراجع بالموضوع لا تخرج لا تخرج قرب قرب قفل قفل على ضيقه الاول على اول يا روح عندك روح عندك يلا 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 ارجع بس لا لك روح عندك يلا 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 انا بعد الموضوع يا رجع رجع هات 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 يلا 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 سك 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 ضيق 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 ارجع ارحكم ارجع ارجع جاكم والله جاء افتح هلا بالشيخ امسك يا ولد امسك عليك امسك عليك هلا بالعقب هلا بيطلع يا ولد ارجع يا ولد ارجع هذا جاب هنا ذا ابراهيم والله حداك تشيله والله ايه شوف ايوه شي خايف وش ذا قروش فهمت اصبر طلع عادي ابراهيم صار مو صعب والله رجع ديك ديك تعال بتصرخ يلا ارجع 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 هنا ارجع ما بدي ارجع 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 والله ما شاء الله عليك زار زار اخيرا ابشركم يلا خلاص عظيم رجال ورب رجال خلاص الله بيضيك ما قصرت وين في مشكله وش هي زين نحطك لهم عادي نحط لهم اكل من هنا ارمي عليهم يلا نرمي عليهم لا لا اسمع اسمع ايوه ممتاز مبروك هذا المناسبه ما تدرون شيء ما تدرون شيء والله الله حلم حياتي اني اسوي مزرعه والله العظيم من زمان وانا حارب على الفكره هذه اقول لهم ابى اسوي مزرعه يقول لا تسوي يقول والله لا اسوي يقول والله ما تسوي يقول والله اسوي بعدين بالاخير سويتها الحمد لله المزرعة فجايين نعدل الأوضاع استهدوا بالله يا أخوان كل واحد في مكانه ولا أحد يدخل على مكان الثاني لا أحد يدخل على مكان الثاني ولد حسبي الله على بليز هذا اللي كنا خايفين منه هذا الحين أنا وش أسوي فيهم ما هم راضين يقعدون كل واحد لوحده الآن زي ما أنتم شايفين خلاص قربنا نفتتح ذا كيف أموركم طيبين مرتاحين أيوه حطها هنا سو كذا ممتاز صح يلا الان جيب العيال للافتتاح الرسمي يا مرحبا حياكم الله تعقب مالك تعقب لا والله والله ما افهم وش من الاخرون والله قليل ادب والله قليل ادب ما قلب معك لازم وشركاء شركاء الحين ما خلينا شركاء واخرون 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 يعني ما يعني مدري منهم شركاء شركاء صلوا على النبي خطا مطبع خطا مطبع من الطباعه خطا مطبع من المطبع يا اخي المطبع يا والله ادخل معهم تقعد معهم هي قاعده معهم
يا الله واخرون شوف الاخرون اللي معك شوف الاخرون هذا الاخرون يلا الحين نجيب الناس يسوون ايش رياكشن لا لا احتفلي بس ايه اقول لك شيء يلا نام معاهم نجيب لك مخدة يا عيال ورب الكعبة تفتحوا ونفتح يلا تعال خلي ابو خليل واخرون واخرون بس لايقه يلا شوف كلام خير دقيت انت بغبغاه ذاك اللي خلاص خليك هنا طلعت صح يا بلا بلا جيب العيال جيب العيال بلا جيب العيال خليهم يشوفوا يا عيال يرحم امك ما ادري ايش اسوي خلينا نجيب رد اعمل له مساج وش مساج انا واقف واقف انا قاعد هنا عشان ما يطلع ها روح معه روح معه روح معه يا قليل الخاتمه تعال اوريك مزرعتنا تعال والله تعبنا عليها مزرعه ابو خليل واخرون اخرون اقرا اقرا الاسم مزرعة ابو خليل واخرون صح ابو خليل تعال ابو خليل شو من الاخرون اللي معك شو من الاخرون اللي معك تتوقع سجن انت لا لا لو تفلت علي يا ابو خليل ما يقدر ما يقدر ما يقدر انا ابغى من يفلت يتكلم 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 واحد يطلعني يتكلم ايش رايك بالحيوان هذا يتكلم حيوان ناطق في ارنب في ارنب والله طبعا ما يدري ابو السعد يخاف من اي حيوان حرفيا الجبل الذباني يخاف كذا ما يعض لا جيب الفصل والله نسيت المدير حبيبي مو مدير يا حبيبي المدير محشوم المدير تكفى يا صهيب تكفى يا صهيب تعرف اسعدك يا صهيب انا اسعدك صهيب انا مدير تكفى مدرسه صغيره ورب الكعب اسمع شوف ورا خير يلا يا مدير اطلع ايش قاعد تسوي قاعد ما اقدر ما يمشي بسوي شيء لا ابو خليل تعال الغدا تعال تاخذ نغديك ايش ردت فعلك الان لو جبت لك واحد منهم لا والله لا لو دخلنا قطعنا شيء توني صاحي طيب اسمع انا بعلم شفت الابيضان اللي هناك اسمه سنو يب هذاك قاعد انا متقاعد سلام عليكم تعال لا كمبر بيبر تعال وش اسمه كيلر بني كيلر بني هذاك كيلر بني هذا اللي عينه حمراء بالمحتوى عرفته والله عرفته وهذاك سي وهذاك ابو شردان الديك ابو شردان اي والله نفس الستايل اسمع والله اسمه ابو شردان خلاص انتهى شفت الدجاجه البيضاء ام السعد لا تخش والله سميت ام السعد زي البر لا والله سميت ام السعد البنيه المنتوب شعرها انا اجرب لا هي بسنده ما كان اسمها اجا خلاص واحد من التجربه الجربه ولا سمع فارسه يا رجل فارسه لا زيتونه زيتونه والله ما ادري هذا مفترس هذا جالس جلسه الاسد يهجم مره واحده حسام بالله انه مترهل قال جلسه الاسد زيك والله هو مخل عندهم تشوف المفروض هو ام السعد والله مو يلا دخل بس يلا اسمع والله ابو السعد لو تدخل وين والله يصيح ادخل يا والله اعطيك كم احط مبلغ 5000 ما راح يدخل 5 ريال يا عبد العيد والله لو المحتوى شوف المحتوى هذا شوف المحتوى ابراهيم لا والله بزعل والله بزعل والله بزعل والله بزعل والله بزعل يا ابو خليل والله بزعل لو جو عندي والله بزعل افتح يا والله بزعل والله بزعل والله ما بزعل بسم الله عليك شوف كيف خافوا الزاوية خافوا منك
هم خايفين منا ما يدروا ما يدروا. يقول جلد خريب يا ولد حتى تصالح وانت الخرجه والله تصالح اول مره قلت جنبها ومساجف زادي خلاص الزبده مزرعتك هذه وفرها ايه مزرعتك واخرون دمك خليتنا اخرون توكلوا على الله اقول لك شيء شغلي هذا راح المقطع النذر راح اخذ حقي منك اقول توكل على الله يلا 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 هذه المزرعه انا اشرف عليها بنفسي مع شيخ فلسطين كلها ايوه استقيل استقيل انبسط صايب عادي عادي روح انبسط صايب على شيخ فلسطين في اربع مايكات قاعد اتكلم اربع مرات قديش قديش سعرها قديش سعرهم شباب باليوم كم كانوا ياخذوا باليوميه كنت اعطيهم 15 ريال 15 طلعوا 4 يعني 60 وانا 40 100 ريال باليوم 100 ريال باليوميه يلا قفلها 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 ممتاز بارك الله فيك انا هذه المشكله اللي اعاني منها الى هنا وصلنا نهايه المقطع علمونا وش الحيوانات اللي تبغون نجيبها انا وزميل المزرعه صهيب زي ما وعدتكم 150 الف لايك غزال غزال نكبر المزرعه ابي اشوف ابغى اشوف غزال بحياتي عيني ما شفته الان والله بالواقع ما شفته والله ابشره خليك تشوف شيكوا على متجر باور تلقى الروابط تحت في الوصف في اشياء جميله جدا ولا تنسون كودي ابرا وبالعافيه عليكم